والمساهمة، وشعب البحرين يمتلك من الطاقات ومن القدرات الشيء الكثير، الشيء الكثير. النخب الموجودة في البحرين بعيدا عن السياسة وعن الميدان وعن حتى على مستوى الحالة الروحية والمعنوية، وهي المؤثر الأساسي في حصول هذه الحركة، المؤثر في الاستمرار. لدينا من الكوادر، من المخططين الاستراتيجيين، لدينا من المربين، لدينا من الطاقات ما يمكن أن يوظفوا تلك الطاقات ويحركون هذه الكوامل الموجودة عند الشباب. فالمسؤولية ليست ملقاة على جهة واحدة. دور العلماء دور رئيسي ودور مفصلي ودور حساس، ونجاح أي ثورة في أي بلد تنال قسطا واسعا أهمية مهمة جدا من كسب ثقة العلماء في هذا البلد. ربما احنا سابقا تعرضنا في هذا المنتدى إلى كلمة للشهيد المطهر رحمة الله عليه، وهو أن الشهيد، أن السيد جمال الدين الأفغاني عندما كان يريد أن يقوم بالثورات في المجتمعات السنية فإنه كان يذهب إلى الناس مباشرة وينخي في الناس وكذا، وأما إذا كان يريد القيام بثورة في المجتمع الشيعي فإنه يذهب إلى الرأس في هذا المجتمع الشيعي ويحاول أن يقنع ببرنامجه، وإذا اقتنع هذا الكبير في هذا المجتمع بطبيعة المجتمعات الشيعية فإنها تتحرك. نحتاج في أي حركة إلى التأثير على موضع القوة في هذا الشعب، نحتاج إلى التأثير على القيادات الموجودة لدى هذا الشعب في أي خطوة، نحتاج إلى الدعم من قبل علماء الطائفة في بعض المسارات، في تحديد وفي دعم وفي التحشيد إلى بعض المسارات. يعني بشكل واضح، لو تبنى تيار الوفاء القرار ماذا المسلح والمواجهة المسلحة، ولكن صارت الحركة في الداخل والجمهور في الداخل والعلماء في الداخل على وجهة نظر ربما ماذا ربما مختلفة، لابد أن نضع احتمال بأن هذه الحركة ربما لن تنجح، هي مشروعة. مسألة الدفاع عن النفس ما عدنا فيها مناقشة، مسألة مشروعة، الدفاع حق مشروع. الكلام في المسؤولية، المسؤولية يعني في إنجاح هذه الخطوة، كيف ننجح هذه الخطوة؟ نحتاج إلى آليات لإنجاح هذه الخطوة، نحتاج إلى دعم من إلى دعم في 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 هذه المسارات، في هذه المسارات، في التأثير على الموقف الداخلي بشكل واضح. نعم، في بعض الحالات ربما الموقف الداخلي رافعين اليد، وصلت حالة القمع إلى درجة لا تتحمل، والعلماء الشيخ فلان كذا جلسوا إما في البيت وإما في السجن. نعم، ربما في حالة عدم وجود هذا الاختلاف الواضح ربما يكون لهذا المسار ماذا فاعلية، لأنه لن يكون مواجه، ولكن لابد من وضع حالة الاختلاف في الحسبان، وأنه لابد لأي حركة أن تتحرك أن لا تواجه عقبات. إذا أردت لهذه الحركة أن تنجح لابد أن تزيل العقبات، وإزالة العقبات لا يكون ماذا بالصدام الداخلي، وإنما يكون بآليات قادر على الإنتاج، منها التوسل إلى موقف المرجعية والعلم ومراجع الطائفة المقلدين للتأثير على القرار الداخلي. هذه مسألة كتكتيك يعني وإجراء في ماذا في التأثير على وفي دعم هذا المسار. يعني ما قاعد أناقش أن أتبنى أو ما أتبنى، أنا فارغ عن مشروعية ماذا أن يدافع أي إنسان عن نفسه، ومثل ما ذكر السيد لو خليت دجاجة أو هذه حالة فطرية، حالة فطرية عند الحيوان قبل الإنسان وعند الجماد أيضا، يقولون كل فعل رد فعل معاكس مساوي في المقدار ومعاكس ماذا في الاتجاه. هذه المسألة مسألة مفروغ منها. نعم، بالنسبة
بالنسبة إلى يعني قرار أن ندخل في حرب، حرب يعني بمعناها أو الاقتصار على ما دونها من الدفاع، شخصيا وكثير يعني من لا أتصور أنه ماذا الكثير حتى من الرموز والقيادات في السجون، كما هو الحاصل في الدول الأخرى في اليمن، دخول في قرار حرب كاملة هذا قرار ما أحد يتخذ به بإرادته المحضة. اليمن ما كانوا يريدون الدخول في الحال، ولكن في بعض الحالات كما ذكرنا سابقا تفرض الحرب. الكلام هو في حال فرض هذا الخيار، المسؤولية في حال فرض هذا الخيار، الاستعداد في حال فرض هذا الخيار. ليس من الصحيح أن لا أكون ماذا ممن يتبنى المواجهة، أنا صحيح من لا أتبنى المواجهة مثلا، لكن مو صحيح أن يبقى هذا حتى في حالة فرض هذا الخيار من قبل الخارج. إذا قرر الخارج كما قرروا أن تحترق اليمن، ليس من الصحيح أن أقول لا أنا خياري ماذا العمل السلمي، هذا مو صحيح. في سوريا أول ما صارت الحرب في سوريا كان الرئيس بشار الأسد نفس هذا الكلام يتكلم، يقول صحيح تكلم عن مسألة ماذا الموازنة بين القوة والإمكانات، وأنه ليس من الصحيح أن شنو هذه الدولة تقدم على حرب وعدها إمكانات لا توازي هذه الآلاف المؤلفة الخارجية. يقول هذا الكلام تقول هذا الكلام في حال كوني أنا من اخترت إلى هذه المسألة من الحرب، وأما أن تفرض الحرب من الخارج فأن القرار ليس بيدي. ويضرب مثال إنسان ضعيف في بيته ما يمتلك قوة، ولكن حينما يهجم عليه شخص أقوى منه في داخل بيته فإنه يدافع عن نفسه. نعم لو كان في الخارج يقول لي تعال تصارع مع فلان، أقول لا أنا ما أتمكن مثلا، أما أن يدخل علي في بيتي ويقتحم فهذه المسألة حسابها حساب آخر. فإحنا فارغين مسألة ماذا مشروعية الدفاع عن النفس، هذه المسألة ما قاعدين نتكلم فيها، نتكلم في المسؤولية على أي جهة ملقاة على الجميع. من ضمن هذه المسؤولية ليس ماذا تشخيص العدو، وليس مسألة تشخيص الأهداف فقط، وإنما من ضمن المسؤولية أيضا الدراسة وتشخيص الآليات المنتجة والمؤثرة. أعتقد في هذه المرحلة من أكثر الأمور التي نحتاج إليها أمور واقعية وبسيطة ومؤثرة ومنتجة، أن ننتقل من مرحلة ماذا؟ من مرحلة الضياع صح التعبير والمناكفات بين التوجهات السياسية التي لا تخدم، خلاص 5 سنوات 6 سنوات الحين ننتقل إلى مرحلة تتخذ خطوات. الخطوة الأولى فيها هي التنسيق، تنسيق هذا حالة منتجة ربما تؤثر في مستقبل الحركة ولو على المستوى البعيد. من ضمن الأمور في محور المسؤولية محاولة تحصيل الثقة المتبادلة بين شارعين مؤثرين وحساسين ولهما بصمتهما الواضحة في الشارع. الجهة الأولى هي العلماء والجهة الثانية هي الشباب الثوري. ليس من الصحيح هذه الحالة من الابتعاد والمفاصلة بين هذين الجناحين، هذان الجناحان هما المؤثران في كل الثورات وفي كل البلدان. الإمام الخميني هنا اعتمد على ماذا؟ على هذه الثقة المتبادلة بين العلماء وبين جيل الشباب لا سيما في الجبهات. نحتاج إلى
أن نفكر بعقلية الآخر. يعني هذا من سنوات وأنا أركز على هذه المسألة، ربما مسألة البعض ينظر لها أنها هامشية، أعتقد أنها لا، ليست مسألة هامشية، وإنما هي مسألة مهمة جدا في الإنتاج. حينما يبتعد الشباب مثلا، تعال الشباب الحين قضية ما تخصنا غير الشيخ عيسى وما يدعمونا والشيوخ كذا، إذا خسرت الشباب فإنك خسرت مقدارا كبيرا من التأثير في نجاح هذه الثورة، وكذلك إذا خسرت العلماء فإنك تخسر مقدارا كبيرا من مبررات الحركة الموجودة لدى الشارع الأوسع بشكل واقعي في البحرين، كما هي المجتمعات الشيعية. إذا خسرت العلماء يعني خسرت مقدارا كبيرا أو الأكبر من الاستمرار الجماهيري. نعم، نحتاج إلى أن يفكر العالم بذهنية الشاب حينما يتعاطى مع هذا الشاب، أن يفكر بذهنية الشاب، وأن يفكر الشاب بذهنية العالم حينما يتعاطى مع العالم، وهذا سبب كبير للتلاقي وحصول هذه الثقة المتبادلة بين هاتين الشريحتين المؤثرة. نحتاج إلى خلق شارع متماسك في البحرين. الشارع المتماسك يكون عصيا على التفرد. ما يكفي أنه في هذه المرحلة ابتدينا في تنسيق مثلا بين الجهات وبين الأطياف السياسية، ما يكفي هذا التنسيق، لأن هذا التنسيق راح يسقط في أول تحدي وفي أول اختلاف. لا بد من وجود حالة من التماسك، لا بد من وجود حالة من الحصانة إلى ذلك اليوم الذي يحصل فيه اختلاف بين التيارات وبين التوجهات السياسية. بشكل واضح، أبسط مثال يمكن أن يضرب مسألة حوار، ونحن نعلم أن الحوار لا يراد له أن ينتج في البحرين. مسألة الحوار مسألة يراد من خلالها القضاء على الحركة، لم تنجح في هذه الخمس السنوات المنصرمة في القضاء على الحركة، صار ماذا؟ الاتجاه إلى استخدام أساليب أخرى. فالكلام في مسألة التماسك، أول محطة سوف تأتي مثلا في المستقبل أن يطرح حوار، كيف تتعاطى بعد ذلك هذه الأطياف السياسية التي شهدت في هذه الفترة تنسيقا والتقاء، وربما تقدمت أو ستتقدم في الفترة المتوسطة مثلا وتنتج بعض الإنتاج. أمام أي امتحان أو عقبة لابد أن تكون هناك حصانة، وأن تعمل هذه القوى وهذه التوجهات وهذه الأطياف بما يمليه عليه دينها وتكليفها وظيفتها الشرعية وخيارها السياسي، ولكن مع الحفاظ على هذا الشارع المتماسك، ومن غير أن تخسر هذه الجهود التي يراد لها أن تبنى في هذه الفترة. من ضمن المسؤولية نحتاج إلى تنوع الأساليب في العمل، تنوع الأساليب في العمل. نحتاج إلى الشباب، وهذه فترة الشباب، هذه فترة الشباب اللي يريد أن يعمل وكذا، هذه فترتهم. نعم، بالنسبة إلى ما يمكن أن ننتجه ونصل إليه، الممكن كثير، ولكن الممكن هو بمقدار الاستعداد. إلى أي درجة مستعدين؟ أي درجة مستعدين؟ السيد ذكر مسألة أنه أنا أريد أطلع وسفرات وكذا، وعين عداري، أنا أول ما شفت الصورة هذه في عين عداري تصورت أنهم شباب راكبين على المقبرة، لأنه كانوا مقفلينها بالسلاسل، فكرت أنه مسألة تشيع الشهيد. عليكم السلام.
وبعد ذلك تبين لا أخوه الناس يعني ما تقطع حياتها، أنت في وسط المسير، لابد من الحياة أن تستمر على حالها الطبيعي. ولكن إلى أي مقدار نحن مستعدون؟ هذا سوف يؤثر على جميع ماذا؟ البرامج، وعلى جميع الآليات، وعلى جميع الخيارات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاقتصار على أسلوب واحد في الاحتشاد مثلا في منطقة الدراز عند بيت الشيخ، هذا الأسلوب سيؤثر قليلا إلى فترة محدودة وسيتلاشى هذا الدور. نحتاج إلى أساليب أخرى، إلى أساليب ثورية، إلى حضور شبابي. ونحتاج كذلك حتى بالنسبة إلى هذا الحضور المحتشد في ساحة الفداء، حتى هذا الحضور، حتى الحضور العلمائي، إلى تنوع الأساليب. الله يذكركم الخير أستاذ عبد الوهاب، فرج الله عنه. نحتاج إلى المراوحة بين المركزية وبين اللامركزية، ثنتين هم مطلوبين. المركزية مطلوبة حتى إذا حضر هذا الطالب ولبس الكفن وتقدم أمام الشباب يصير له دور معنوي ويؤثر على حضور الناس ويؤثر في استمرار هذه الحركة. واللامركزية مطلوبة ومهمة جدا، لأنها ليس من الصحيح أن يعتقل هذا العالم ويستدعى ذاك العالم وهذا يوقع على تعهد. إلى متى سوف يوقع على تعهد؟ بالنتيجة لابد أن نأخذ الأمور بشكل موضوعي. يعني صح نتكلم عن الأحقية وأن هذا النظام لا يمتلك المشروعية وأن قراراته لا تمتلك المشروعية وأن المحاكم، وهذا كله كلام صحيح، ولكن في المقابل لازم ننزل إلى الأرض. شوف هذا في مخاوف، الخوف هذا الشغلة طبيعية، الناس عندها حياة، عندها زندقي بتعبير إيراني، طبيعي أن هذا الذي يمتلك أسرة والذي يمتلك أولاد والذي يمتلك دراسة وهذا ما يؤكد في المسؤولية في هذا المحور، هذا ما يؤكد على دور الشباب وأهميته. الشباب بإمكانهم، وهذا من الشغلة المهمة، أن لا يسخف هذا الدور. حتى دور الأطفال بإمكانهم أن يوقفوا مشاريع كبيرة تتخذها الأوقاف الجعفرية مثلا في المقابر، في الاستيلاء على بعض المراكز الدينية، على بعض المقدسات، في هدم القبور، في إزالة الآثار. هذا ما نحتاج فيها إلى مثلا ماذا، مواقف علمائية وكبيرة. لا أطفال يمكن أن يوقفوا، كما أوقف مثلا بعض الحضور الشعبي في مراحل سابقة قرارات بالهيمنة وسرقة بعض المقابر وبعض الأوقاف الشيعية في البحرين، والوقوف حتى أمام هدم المساجد قبل مرحلة ماذا 2011. هناك مجال للعمل على هذه الاتجاهات المختلفة والمؤثرة. أعتقد أن ما تفضل به سماحة السيد مسألة صحيحة، وهي ماذا؟ الاعتماد على مراكمة الطاقات والقدرات الذاتية الداخلية. نعم، من بداية الثورة وكنا نتوقع أنه يكون مقدار من الدماء، مقدار كبير للأسف يذهب في سبيل التجربة، هذا بشكل واضح صحيح، كنا نتوقع هذا الأمر، أن نحتاج إلى حينما تكون قناعة على الابتداء من الصفر، فإننا لابد أن نجرب ما جربه الآخرون ونبذل مقدارا من الدماء حتى نتوصل إلى قناعات. هذا مؤسف يعني، ولكن بعد هذه السنوات الخمس الحين اتضحت كثير من الأمور. لابد من تقدير كل موقف صدر من أي جهة. الإنسان المنصف والذي يعمل لله، لو صدر موقف من عدو يقيم هذا الموقف، يقول هذا الموقف صحيح، فضلا عن أن يكون ماذا شريكه في دربه وفي هجرته وفي سجنه وفي معاناته. نعم، في هذه المرحلة
نحتاج أولا إلى التخلص من تلك السوابق التاريخية، من النزاع، من الخلافات غير المؤثرة، غير ما لها قيمة يعني، ونبدأ في مرحلة التنسيق. هذه مسألة رقم واحد. مسألة رقم اثنين، أن نضع ماذا؟ أن نضع لنا شيء يجعل لدينا حصانة على الاختراق في المستقبل أمام أي محطة. أي محطة لازم نكون كشارع في البحرين، شارع قوي ومتماسك وقادر على العمل مهما اختلف، يكون قادر على العمل. أما يجي امتحان بسيط هالشكل وتالي كنا على بعضنا بعض، لا، هذه الشغلة ما هي صحيحة. نعم، بالنسبة إلى الحضور، كمل على هذه الشغلة، بالنسبة إلى الحضور بعض الأمور يمكن أخذها بنظر الاعتبار، يعني هذا الترهيب يأخذ أثره، ونحن أمام بشر، ومسألة الخوف مسألة طبيعية كما قلنا، والقرآن يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف. الخوف مسألة طبيعية، التراجع مسألة طبيعية أمام وجود هذه التهديدات والاعتقالات والترهيب. الكلام في كيفية معالجة هذا الخوف، في كيفية معالجة هذا الترهيب، في كيفية الاستمرار ما بعد هذا الترهيب. وهذا رجعنا إلى مسألة ماذا؟ تكافل والتعاضد ومشاركة جميع من هم مستهدفون، لا سيما من الشريحة العلمائية. ما يصير أنه الثقل مرمي على أشخاص محددين، مرة ثنتين ثلاثة أربع يستدعونه وقع تعهدات بعدين بينكفئ. لابد من أدوار معاضدة ومساندة لماذا؟ إزالة هذه الحالة من الترهيب، ليعود بعد ذلك حتى هؤلاء جميع من دعا السيد إلى أنهم يتمردون ولا يحضرون، نعم لابد أن يتمردوا ولو في حضور جماهيري في فترة لاحقة، ويحضرون بأجمعهم جميع من وقع حتى تعهدات، يصير له متسع حينما يرى دعما من إخوته، من بقية الناس، من بقية الشريحة العلمائية، يصير له متسع، الكل حاضر، وهذا يقلل حالة ماذا؟ الترهيب. ويمكن أن تكسر هذه المعادلة التي يحاول النظام أن يفرضها من الترهيب وتراجع الناس والعلماء.